والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. وكرمه الله عز وجل بعد مماته صلى الله عليه وسلم عندما أمر الكون كله بالصلاة والسلام عليه. سؤال مهم جدا، هل الصلاة على سيدنا النبي أعظم عند الله ولا سجود الملائكة لآدم؟ ده سؤال مهم وموضوع حلو. هل سجود الملائكة لآدم أعظم عند الله من الصلاة على سيدنا النبي؟ الإجابة لا، الصلاة على سيدنا النبي أعظم عند الله من سجود الملائكة لآدم. هات الأدلة. رقم واحد، الصلاة على سيدنا النبي بدأ الله بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. طب السجود من الملائكة بس، أمر فيه الله أعظم. أدي واحد. اثنين، سجود الملائكة لسيدنا آدم كان تكليفا، إنما صلاتنا على سيدنا النبي كانت تشريفا ولا تزال. كمان سجود الملائكة لسيدنا آدم مرة واحدة وانتهى، إنما صلاتنا على سيدنا النبي محمد دائمة إلى يوم القيامة. كمان كرمه الله عز وجل لما أعطاه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والشفاعة العظمى، وحاجة جميلة قوي، الله عز وجل حرم الجنة على كل الأنبياء حتى يدخلها سيدنا النبي محمد، وحرم الجنة على كل الأمم حتى تدخلها أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. اللهم صل النبي بقى. أنا مش عارف أقول إيه، بيشحني مولانا. اللهم صل عليه. جميل دكتور، ربنا يفتح عليك يا مولانا.